فيديو البنات لاي وحده، اي وحده عندها البشره ديالها ماشي هذا اليوم ما جبتش لكم ماسك ولا شي حاجه، لا جبت لكم واحد الروتين الليلي اللي كيصلح لجميع انواع البشره اللي كيفيق لينا البشره، لان البشره ديالنا راه كتعيا كثرت المكياج تاع البنات، كثرت لي غايون بلو اللي ديال الاشعه يعني ديال التلفازه ديال التليفونات ديال البيسي داكشي تا هو راه كيهلك، كتولي تبان لك يعني البشره فاتيغي، اين فوا كتشوف فيها كتبان لك فاتيغي، ما كيبقى يقرو فيها البنات لا ماسكات باش نكونوا واقعيين، شتي البشره ملي كتكون تعبانه راه ما كيبقاو يقرو فيها لا ماسكات ولا يعني لا وصفات ولا حتى شي حاجه، كتحتاج للراحه باش ما غنقولش لكم انا يعني راه ديري هاد الوصفه اللي غنعطيك صافي، لا البنات اللي البشره ديالها تعبانه فتعطي الراحه راسها الراحه مناش كثرت الاشعه يعني تنقص من التليفون بزاف تنقص من لي غايون ديال البيسي بزاف وتعاون راسها براسها باش بالوصفات اللي هما كيكونوا وصفات كيوقدوا او لا كيفيقوا البشره، لان البشره حتى هي راه بحال كتعيا ومع المده لان كيبداو ملي كيبدا السن غادي كيتقدم فراه كيبداو يبانوا الاعراض ديال الغيد اعراض ديال الساغل بزاف ديال الحوايج، فانتي ما حدك باقا شابه باقا في البشره ديالك باقا اللي عطيتيها كتاخذوا، لان البنات مع التقدم السن راه ما كيبقاوش يقروا مزيان لي ماسك وداك الشيء، باش نكونوا واقعيين ونكونوا صريحين مع نكونوا متصالحين مع انفسنا، يعني ملي كتكوني باقا صغيره فاستغلي هذا الوقت وتهلاي في البشره ديالك، لان الشيء هادشي اللي كديري دابا اختي راه من القدام يعني مع تقدم السن غتلقاي عاد غادي يعطيك النتيجه 100% اولا مليار في المية، لان داكشي اللي كنكونوا عطينا للبشره ديالنا في الصغر هو اللي كيرجع لينا في الكبر، عطيتيها مزيان الوصفات وتهلاتي فيها وعطيتيها راه غتعطيك، ما تهلاتيش فيها دغيا كتنشف دغيا كيجيو لي غير دغيا بزاف ديال الحوايج، طولت عليكم الصراحه ولكن هاد النصائح ضروري خاصني نقولهم لكم. اذا البنات الا كنتي مهتمه بهذا لا فيديو هذا مهتمه بهذا الشيء اللي غادي نقول لك دابا مع هاد النصائح فتبعي معايا هاد لا فيديو حتى الاخر بطبيعه الحال، الا عجبك لا فيديو ما تبخليش عليا باللايك ديالك، وحتى اللي ما عجبكش لا فيديو خلي لي تعليق شنو اللي ما عجبكش في لا فيديو، وحتى الديزلايك راه ماشي مشكل خليكم معايا في هاد لا فيديو. دونك البنات على بركه الله شنو هي اول خطوه البنات، البنات تعلموا واحد النصيحه مني منين نبغيو قبل ما ننعسوا، فالبشره كتبغي تنفس يعني كتبغي تغسل وتكون نقيه، فانا في هذا الروتين هذا غنعتمد على هاد الجيل نيتوايون ديال نيفيا، صراحه زوين هو بالورد صراحه زوين بزاف وكيصلح لجميع انواع البشره، اي وحده البنات اللي عندها باش ما عندها باش نقول لكم انا لا خاصكم تاخذوا هذا باش لا، ولا تكون عندك صويبات الحجره، المهم انا كنقول لك الوجه ديالك قبل ما نحطو اي ماسك ولا اي قماش خاص البشره تكون نقيه باش تستافد منه، دونك انا اول حاجه غادي نديرها هي اني غنغسل وجهي مزيان نقيه ما تبقى فيه حتى شي حاجه، غنستعمل هاد ما عرفتش سميتها صراحه اللي كنغسلوا بها الوجه ديالنا ديال السيليكون، غنستعملها هي لان هي اللي كتنقي لي الوجه ديالي مزيان كتحيد داك الدهون كتحيد داكشي كامل كتنقي الوجه، فانا غادي نغسل وجهي وعاد نرجع معكم ندير واحد شويه هاد هادي اللي ما عرفتش سميتها الصراحه، المهم نغسل وجهي مزيان، حاولوا البنات ماشي تبقاو تبركوا ولا تفركوا في الوجه ديالكم باش البشره ما كطيبش، هذا هو اللي غادي نقول لكم، ركزوا على البلايص اللي عندكم فيهم شحال من وحده، غادي نقول لكم واحد النقطه ان انا هاد لا فيديو غيكون فيه نصائح وانا في نفس الوقت كنابليكي، شحال من وحده كتقول لك عندي لي ساغن هنايا وهي راه ماشي لي ساغن هذوك، هذوك بكثره انها كتكون كدير داك الكحول القلومه كتكون اولا حتى الكحول البلدي كتكون ما كتنيطويش تحت عينيها مزيان اليوم على غدا اليوم على غدا اليوم عندك كتدبغ ديك البلاصه، فهمتوا البنات كتدبغ هنايا تحت العين وكيولي عندنا كحل وكيولي كيبان بحال راهم لي ساغن وهما راه ماشي لي ساغن، فبزاف البنات اللي غادي يقولوا لي في لي كومونتير عندك الحق في هذه القضيه هذه، لان بصح هذه القضيه البنات حتى انا كنت كندير هذا الخطا شحال هذه، تعلمي انك تكون الوجه ديالك ديما نقي قبل ما تنعسي يكون عندك واحد الروتين ديالك لان البشره كتبغي تنفس، المهم نكمل انني نغسل وجهي ونشفو ونرجع معكم، غسلت وجهي البنات دابا غادي نشفو، حاولوا ما تضغطوش على ديما كنقولها لكم باش تبغوا تمسحوا الوجه ديالكم غير هكا غير هكا، ومن الاحسن البنات كاع ماشي الفوطه
غير شي كلينكس ولا شي حاجه من الاحسن. المهم بعد ما انشف الوجه ديالي فدابا غندوزو للمرحله ديال الماسك اللي هو ماسك وقماش في نفس الوقت. هاد القماش البنات غتقولوا لي شنو هو لاباز ديالو؟ هو القهوه. القهوه البنات راها خطيره بزاف بدون استثناء، يعني شي حاجه بلا ما نهضروا عليها. شنو هو ثاني حاجه غادي نديرو؟ هو زيت ارغان. سواء ديري زيت ارغان سواء ديري زيت العود اللي بغيتي، ولكن من الاحسن زيت ارغان. علاش؟ خصوصا البنات اللي عندهم الحبوب بحالي، يعني ديري زيت ارغان لانه مزيان. زيت ارغان ديال التجميل البنات، انا كنت واخداه من عند واحد الذهبي كيبيع زيت ارغان، الصراحه زوين بزاف، ماشي بحال داك اللي كيتباع هكا غير زعما كتشري في لومبالاج ديالو داكشي. فزيت ارغان علاش يصلح للبنات اللي عندهم الحبوب؟ لانه هو كيعالج اي مشاكل ديال لابو، يعني هو خاص بالتجميل، يعني كيحيد العطاش كيحيد بزاف داكشي. انا غادي نقول لكم ديروا زيت ارغان. غادي ندير صراحه دايره القهوه بزاف انا هنايا شويه غير بوحدي، ندير زيت ارغان. غتقولوا لي البنات هذا راه كوماج معروف، يعني كوماج؟ غنقول لك لا، هنا ما غنديروش انا على شكل كوماج، هنا غنديروا على شكل ماسك. غنديروا على شكل ماسك وغنخليه لمده 15 دقيقه في الوجه ديالي. غيجيوني بطبيعه الحال تعليق وغيقولوا لي سليمه هذا راه ماشي ماسك ماشي شي حاجه، يعني غنقول لك لا. علاش؟ لان البنات البشره ملي كتكون تعبانه فكتحتاج شي حاجه اللي كتنشطها. ما نمشوش بعيد، ملي كنفيقوا في الصباح لا بلوبار ديال البنات كيبغيو يشربوا القهوه. علاش؟ باش كنتوكدوا، كنشربوها باش تفيقنا، باش مثلا كنشربوها في العشيه الا بغينا نسهروا، ولا يعني كتنشط يعني فيها الكافيين، كتخلي لو كور ديالك ناشط. فكذلك ومثال في البشره ديالنا، الا استعملناها كماسك وخليناها لمده 15 دقيقه، ما بين 10 دقائق حتى 15 دقيقه، فهي كتنشط. وملي كنبغي نغسلها كندير داك الهفه ديال القماش في نفس الوقت. ولكن انا ما غنستعملهاش البنات، ما غنستعملهاش كقماش هنايا، غنستعملها كماسك. داكشي اش قلت لكم، نزيد شويه الزيت الصراحه ونخليها لمده 15 دقيقه. المهم انا غادي ندير هاد المرحله هادي ونعاود نرجع مع خواتاتي. هانتوما البنات شفتوا، يعني حطيت الماسك على وجهي وغنخليه لمده 15 دقيقه حتى ينشف، وعاد غادي نحيدو على شكل يعني بشكل دائري، يعني بحال راه قماش. فهمتوني؟ عندنا يعني جوج ديال لي زافي في نفس الوقت، يعني غنديرو انا على شكل ماسك وفي نفس الوقت ملي غنبغي نحيدو فهو قماش. فانا دابا غادي نخلي هاد الماسك يستفد منو البشره ديالي ونعاود نرجع معاكم. دابا البنات دازت 15 دقيقه، فانا غادي نغسل الوجه ديالي ونعاود نرجع معاكم مره اخرى. صراحه كتحس القهوه انا باش كتعجبني فاش كنديرها، ماشي كتحس ماشي دوك لي ماسك اللي كتحس بالوجه ديالك كي بحال كيتجبد بحال لا، كتبدا تبقى يعني سيرتو ملي كيكون مع زيت وداكشي كتحسي زعما ماسك يعني خفيف. هذا هو اللي بغيت نقول لكم. المهم نغسل الوجه ديالي ونرجع مع حبابي. انا غسلت وجهي البنات، نعاود نشفو دابا غادي ندوزو للمرحله اللي من مورا البنات. بصراحه كتولي تحسي بالوجه ديالك رطيب ونقي والله. المهم دابا غادي ندوزو للمرحله اللي من مورا هذه. شنو هي البنات؟ نتوما كتعرفوني انا يعني دائما في الروتينات الليليه اللي كنشارك معكم، فمن بعد اي ماسك ولا شي حاجه اللي كنديرها كندير البوماده الصفراء وديت الحبوب في وجهي. ولكن ما فيها باس مره في الاسبوع ملي كنبغي ندير شي روتين هكا اللي كينشط البشره، فانني كندير البنات فيتامين او. بالنسبه للبنات اللي كيشريو من الفارماسيان هذا اللي في القريع هكا فراه مزيان، وحتى اللي كابسول حتى هما مزيان. فانا غادي لان فيتامين او شنو هو الدور ديالو؟ كيحيد ديك الدبوغيه اللي كتكون في الوجه ولا اللون ما موحدش ولا شي حاجه، كيحيد دوك كينقص من الحده ديال دوك الساعن وحتى التجاعيد وبزاف الحوايج، كيعطي واحد الاشراقه كيوقد لينا البشره. فانا غادي ندير شويه. ديما البنات حاولوا ملي تبغوا ديروا هكا هاد الروتينات الليليه ديالكم، حاولوا البنات
ديرهم قبل ما تنعسي بشحال، فهمتي؟ ماشي زعما حتى صافي تبغي تنعسي عاد تنوضي هذاك الشراك، سورتو ملي كديري هكا شي بوماده ولا شي حاجه، خصوصا البنات اللي كتشوفوني كندير البوماده الصفراء، فديما ديري هذا الشيء واحد ساعه قبل ما تمشي للفراش باش ما تمسحيش عيب المخده. فانتي راه دايره على وجهك ماشي لمخدتك. انا راه كندير مزيان. المهم بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يديروا، كاين واحد الفكره واحده اخرى عاوتاني الا بغيتي باش يستافد، حيت انا ما كنبغيش كنبغي كل حاجه نديرها بوحدي حتى باش كل حاجه كنعطيها. الا بغيتي ديجا في الماسك انا كتدخلي حتى فيتامين او فمزيان، ولكن انا علاش كنبغي نديرو حتى دابا باش ما نغسلوش، باش كنخليه كيستافد منه البشره ديالي مزيان، فهمتوا؟ لان لا درتيه مع الماسك او لا دخلتيه في الماسك او التليفون بغى يطفى، فراه فقط انه ملي غتغسليه ما غيبقاش مستافد منه البشره. حاجه اخرى قبل ما يطفى لي التليفون وما نقولهاش ليكم، شوفوا البنات الصراحه الوجه والله الا كيدوى بزاف، ها هما دوك الحبيبات اللي قلت لكم. حاجه اخرى قبل ما يطفى لي التليفون شنو هي؟ ما تغسلوش وجهكم من مورا الماسك بالصابون، ديما كنقولها لكم، فديما كيتغسل الوجه قبل، صافي راه ديجا كنقي، ما كاينلاش اننا نديرو الصابون، الا درنا الصابون غيمشي لافه ديال داكشي كله اللي حنا درناه. فهنايا غنكون وصلنا لنهايه لا فيديو، كنتمنى هاد لا فيديو يعجبكم، كنتمنى يكون خفيف هضرك على قلبكم، جربوا هاد الروتين ما غاديش تندموا عليه، غتحسوا بالبشره ديالكم كومبليتوم غادي تبدل. تهلاو ليا فراسكم وتصبحوا على خير، ونتلاقاو في شي فيديو اخر.